السلام عليكم، أهلا بكم في قناتكم من جديد. رابطت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم اتصالات رسمية مع اللاعب أرزقي حموش صاحب الأصول الجزائرية والذي يلعب في صفوف ميلوال في إنجلترا، بعدما صرح رفقة والده بأنه لن يلعب لغير الجزائر وقام برفض المنتخب الإنجليزي لأقل من 17 سنة. ولقد ظهر والده في الفيديو وهو يبكي من شدة حبه وشوقه للجزائر. كما قد صرح اللاعب أرزقي حموش بأنه من منطقة باب الواد بالجزائر العاصمة وأنه يحب أكل الكسكس الجزائري، وتجدر الإشارة بأن اللاعب من مواليد 2004 وعمره حاليا 17 سنة فقط ويحمل الرقم 10. وقد استطاع أرزقي حموش لفت الأنظار إليه في فترة وجيزة لأن موهبته قوية جدا، فهو قد تمكن من إتقان اللعب برجله اليمنى واليسرى ولديه بعض المراوغات الرائعة ويلعب كرأس حربة، كما أن أصوله الجزائرية من جهة والده ووالدته أيضا وبالضبط من منطقة عزازقة بالجزائر. وعندما كثر عليه الكلام في إنجلترا قد اتصلت به الاتحادية الجزائرية منذ فترة للالتحاق بالمنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة، وقد رحب جدا بهذه الدعوة، ولكن نتيجة لانتشار الوباء وغلق المجال الجوي تعطل ولم يلتحق، ولكن هذه المرة قد أكد بأنه سيكون حاضرا في المنتخب الجزائري لأقل من 18 سنة في دورة شمال إفريقيا التي ستجري في شهر نوفمبر الداخل في تونس. وبانتظار تعليقاتكم حول هذا الموضوع، لا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل جديد لحظة بلحظة، والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا فقط لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.